روحي انت. عمتي ليش ما عم توثقي فيني؟ كم مرة قلت لك هي مو مثل ما انك مفكرة؟ ليش ما عم بتصدقي؟ انت يلي ليش ما عم توثق فيني ابني؟ ليش عم تتجاهل عمري وخبرتي بهالحياة؟ ليش ما عم تشيل الغشاوة عن عيونك وتشوف منيح؟ احكي ابني، انت حبيتها لهي البنت؟ شو؟ احكي أمير، إذا بتقلي هلأ أنك ما حبيتها معناها لا عاد تتدخل بأي شي بدي أعمله. طالما ما أنك حاببها ليش عم تحميها بكل مشكلة؟ عمتي ما بعرف شو هو الجواب يلي ناطرتي، بس شو ما كان جوابي ما رح يغير شي. هالبنت مو مثل ما هنيك مفكرة، أنا كتير بوثق بطيبة قلبها وببراءتها وما بدي حدا يفهمها غلط. بس هيك اي حدا هون ممكن ينفهم غلط، رح اعمل نفس الشيء. انت بتعرفيني منيح. يعني عم تعمل هيك لانك شايفة بريئة؟ ما فيها تروح على مكان تاني، وكتير صعب تضل لحالها. هي منيحة كتير ومستحيل إنها تأذي حدا. ابني أنت بالعادة بتاخد القرار الصح وبتعرف الناس على حقيقته، وهلأ وصلت لنتيجة إن حدا بريء. بس لا، هالمرة أنت غلطان، لأنه قلبك حنون وطيب كتير، وهي البنت عم تستغل هذا الشي فيك. عمتي انتهى النقاش ابني، برأيي بيكفي لهون. لوين رايحة؟ لعند جول بيري، لقيت عليها وبدي ناديلة تتغدى. أنا بناديلة، كنت طالع أصلا. فيني فوت؟ تفضل. انت حبيتها لهي البنت؟ ارفعي راسك، لا تهتمي ليلي قالته عمتي. يعني انت ما عملتي شي لحتى تخجلي منه، ومع الوقت رح تفهم هالشي. بعرف إنه هذا الشيء مضايقك كتير وموترك، معك حق، بس بدي توثقي بحالك ولا تخجلي من شيء. ليكي أنا معك، شو ما صار أنا معك، لا تنسي هالشيء. وهلأ أول شيء رح تعمليه هو إنك تنزلي على الغدا. صدقني عن جد أنا كتير بوثق فيك وبصدق كلامك، بس الأفضل أني ما أنزل لتحت. كنت عم أحكي على الفاضي، ما فهمت ليش ما بدك تنزلي. أنت إلك مكان على الطاولة، أنا شوي ونازل، بدي شوفك على كرسيكي. انتهينا. Thank you.
مو جاي جولبيري ابني؟ ما اجت؟ يلا رح ناديلا. عدي مليكة، ما في داعي تناديلا، يلي ما بيجي على الوقت لا يجي. ماني جوعان. ابني حط كل لقمتين على القليلة. في عندي شغل امي. صحتين وهنا. شو ناطرة فيدان؟ سكب الشوربة. رح جيب الخبز. ممكن تحضري شي وتاخدي لك والبيري؟ ايه اكيد ابني، لا تاكل هم، هلأ باخد لها شي. بس بدي توثقي بحالك ولا تخجلي من شي. ليكي انا معك، شو ما صار انا معك، لا تنسي هالشي. انتي إلك مكان على الطاولة، أنا شوي ونازل، بدي شوفك على كرسيكي، انتهينا. فما عاد في داعي للتمثيل بعد اليوم، انهوا الزواج بهاللحظة، بتطلقها لهي البنت. يمكن ما عندك مشكلة بهالمسخرة، بس أنا مستحيل خلي هالبنت تستغلك أكتر من هيك. بالحقيقة من أول ما شفتها هون ما حبيتها أبداً. لا تضلي جوعانة بنتي، كلي لك شي لقمة. ماني جوعانة خالي مليكة. أمير يلي قال لي جيب لك الأكل. تعي بنتي. قدري يا خانم، بصراحة هي منيحة، بس يعني عندها شوية قواعد. هي جدية ومتسلطة، بس عن جد هي منيحة وقلبها طيب كتير. لا تاخدي كتير على كلامها، بعدين أمير ما بيفكر مثلها بتعرفي، وشفتي هالشي. هاد المهم مزبوط. هو بس ساكت احتراماً لعمته بنتي. ماشي، رح قوم انزل قبل ما تنتبه اني اختفيت فجأة. بنتي بالأخير هي كبيرتنا، اصبري شوي. ماشي، عمتك قدرية هي بتضل كبيرتكن ابني، وانت بالاخير لازم تضل عم تحترمها، وان شاء الله مع الوقت رح تعرف جولبيري اكتر، ورح تعرف انها بنت كتير طيبة لا تاكل هم. وانا هيك فكرت عمو حسن، بس ما عم يصير اي تقدم، لساتها مثل اول يوم اجت. الطيبة ما بتخبي حالها ابني، وجولبيري منيحة كتير وقلبها طيب، ومثل ما انت عرفتها بكرة عمتك كمان رح تعرفها ابني. عمتي غير، بعرفها ما بتغير رأيها، وبتحكي مرة واحدة وبس. لهيك إذا بدي ضل عم إقناع سنين متأكد ما رح تقتنع أبدا. يوسف طلع من البير المهجور وصار سلطان بمصر،
وباللحظة يلي زليخة فقدت الأمل فيها اجتمعت بيوسف. ما لازم نفقد الأمل بالحياة، قد ما صار معنا مصاعب لازم نصبر. وقلبك يلي عم ينبض هون لا تبطل إنك تسمعه.